أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يا سلام. تجد الأسماء الحسنى فيها أسماء متضادة، الخافض عليه الرافع، المعز المذل، الضار. طب الجامع عكسه ايه؟ الواسع. الواسع كل حاجة واسعة ليها حاجة تجمعها، ليها حاجة ايه؟ تجمعها. تجد البني ادمين على اختلاف الوانهم واشكالهم وسلوكهم، بل كل خلية في كل بني ادم تختلف عن الخلية المجاورة لها. ده من اسمه الايه؟ الواسع. الواسع. ثم كل هؤلاء الأناسي يجمعهم ان هم بني ادمين، يبقى ده من اسمه الايه؟ الجامع. يبقى ايه؟ يبقى ربنا بيوسع وبايه؟ وبيجمع، واللي بيجمعه هنا بيوسعه هناك. يعني ما تفتكرش ان الجامع ده ملوش واسع، لا، اللي الجامع ده برضه يوسع تاني في حاجات تانيه، واخد بالك؟ يبقى في واسع وفي ايه؟ جامع. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن الذي يبرع في خلق من الأخلاق أو في سلوك من يعني يقول ده يا سلام، ده حاجة كويسة جدا. واحد مثلا برع في الطب كويس قوي، حاجة يعني. طب برع في حاجتين، في الطب والهندسة، يدهشنا يعني. برع في ثلاث حاجات بقى يعني مش موجودة قوي، بس نقول لا قوة إلا بالله. إنما مفيش حد بيبرع في كل إيه؟ مفيش حد بتجتمع فيه كل الإيه؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع مكارم الأخلاق، قد جمع، شوف بقى، ربنا جمع فيه كل مكارم الأمور في أعلى درجاتها. في السياسة أعلى درجاتها، في الأخلاق في أعلى درجاتها، في العلوم في أعلى درجاتها. ولذلك هو الذي استحق أن يكون أسوة حسنة للخلق أجمعين. يعني أنت رجل سياسي، قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. أنت راجل عالم، قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام، تاخد منه. أنت راجل زارع، قدوتك برضو النبي عليه الصلاة والسلام. أنت راجل محارب، أنت راجل قيادي، أنت راجل طبيب، أنت راجل مهندس، هتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله فيه ما تفرق في الخلق أجمعين. فتجد أن رسول الله هذا الإنسان الكامل الجامع، الصفات الكمالية التي فيه أعطى منها كل مخلوق على قدره. أعطى الرسل على قدرهم، وأعطى الأولياء والصديقين على قدرهم، وأعطى العلماء والراسخين في العلم على قدرهم، وأعطى العامة على قدرهم. يبقى أعطاهم، هو الجامع، وأعطاهم من اسمه الإيه؟ الواسع. ماشي كده؟ تجد القلوب على اختلاف أهوائها ومتطلباتها وأهدافها من اسمه الإيه؟ الواسع. ثم يؤلف الله بين هذه القلوب على قلب رجل واحد من اسمه الإيه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ولكن الله، يعني جمع من اسمه الإيه؟ الجامع. ما أكثر ذرات الكون، مش كده؟ ذرات كثيرة جدا من اسمه الإيه؟ الواسع. وبعدين ربنا بقى يجمع بقى غاز الهيدروجين اللي هو غاز شديد الاشتعال، وغاز الأكسجين اللي هو يساعد على الاشتعال، يجمعهم باسمه الإيه؟ الجامع.
مش بيجمعهم لا بيجمعهم باسمه الايه الجامع عشان يكون جزيء ايه ميه. الميه دي سائل ودي غازات، وسائل يطفي باسمه الايه الجامع، لدرجه ان هم في الافران بره الفرن جوه بيعملوا فيه بيعملوا يعني فتحات كده صغيره تنزل نقط ميه على النار. لما نقط الميه دي تنزل على النار ما تطفيهاش، تزود اشتعالها، لان الميه تروح نازله على النار تروح ايه متفرقه للهيدروجين اوكسجين تزود الاشتعال. انما لو ميه كتير بقى نزلت على النار هي دي اللي بتطفيها، انما لو كانت النقط دي مش مشكله، دي بقى تزود الايه الاشتعال. باسمه الايه الجامع، جمع بين هذه. يا اخي ده انت تجد الدجاجه تاكل الفضلات، الفضلات دي من اسمه الايه الواسع، وبعدين تروح مخرجه لك بيضه من اسمه الايه الجامع. وهذه البيضه فيها من اسمه الواسع بقى شوف فيها كالسيوم وفوسفور وبتاع، فيها ما لا وسع بقى زي ما انت عاوز. يبقى كل جامع له ايه واسع. البقره تاكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا باسمه الايه الواسع. تروح منزله لك لبن من اسمه الايه، يروح واخدين اللبن ده عاملين منه جبنه وزبده من اسمه الايه الواسع. جمع بقى ووسع بقى اسمه الجامع واسمه الايه الواسع، مش كده حاجات كتير. وان لكم في الانعام ده ايه مش كده نسقيكم مما في ايه باسمه الجامع. جمع فيك بين روح مطلقة وجسد مقيد ونفس لوامة وأمارة، كل دي اجتمعت وعملت البني آدم دوت اللي هو بقى ايه باسمه الجامع. حتى الاكل اللي احنا بناكله، الاكل اللي احنا ايه بناكله، تجد الخضار انواع ملهاش اول من اخر باسمه الايه الواسع. خد منها حاجه واحده باسمه الجامع، الملوخيه مثلا، وخلي والدتك تعمل لك شويه ملوخيه، ووالده التاني تعمل شويه ملوخيه، والده خلاص كده تجد الملوخيه دي طعمها غير الملوخيه دي غير طعم من اسمه الايه. بس تجمعهم ان كلهم ملوخيه، كلهم ايه، يبقى شفت انت الواسع قد ايه. وبعدين في كلها اسمها كده، بس دي غير دي غير دي غير دي من اسمه الايه الواسع. يوم القيامة اسمه يوم الجمع، اسمه ايه يوم الجمع، ذلك يوم الايه اسمه يوم الجمع، عشان ربنا سبحانه وتعالى طبعا الناس يا اما هي عوام يا خواص يا خواص الخواص. فالعوام ربنا سبحانه وتعالى يجمعهم يوم القيامة على أعمالهم، ودي مصيبة كبيرة جدا. لو جمعك الله على عملك هلكت. مين منا ملوش مصايب؟ مين منا ملوش طمات؟ انت واحد يجي يقول لك انا عاوز تيجي اعمالي الصالحة يوم القيامة. طب ما هي زي ما اعمالك الصالحة هتيجي هتجيلك اعمالك اللي انت بقى تستحي ان هي تشوف تاني. ده لو ربنا جمعك عليها تبقى بلوة كبيرة قوي. طب والله يقول في الدنيا ممكن واحد يحصل له فضيحة في مكان يقول لك انا هتنقل في مكان تاني محدش يعرفه فيه عشان يعيش ولا هو، انما لا ده انت يا حلو رايح يوم القيامة بقى اللي كله هيبقى على المكشوف. فطبعا كون الواحد يجمع بأعماله دي من أكبر المصايب. اللهم لا تجمعنا بأعمالنا، سيبك من الأعمال بتاعتك دي خالص، ما تقولش أنا بعمل أعمال صالحة، ادفنها أعمالك الصالحة وأعمالك الإيه انتهينا على كده، عشان تطلع شوية من العوام ما تبقاش من العوام. هذا يوم الفصل، الفصل يعني إيه جمعناكم، هم دول العوام. هذا اليوم في حقهم اسمه يوم الفصل عشان ربنا هيفصل فيه في أعمالهم
بينهم وبين الناس. إنما في ناس تانيين بقى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، دول بقى الخواص، ربنا سبحانه وتعالى يحشرهم من أسمائه إلى أسمائه وصفاته. يعني هم في الدنيا متقين ليه؟ كانوا بيخافوا من أسماء الجبروت الإلهية، بيخافوا من القهار، من الجبار. فيجي يوم الأيام يحشرهم بقى من الأسماء ديت إلى اسمه الرحمن، زي ما كنتوا بتخافوني في الدنيا هحشركم إلى اسم الإيه؟ يوم نحشر المتقين إلى مين؟ وفدة. يبقى الخواص ربنا سبحانه وتعالى بيجمعهم على الأسماء والصفات. أما خواص الخواص فالله تعالى يجمعهم على نفسه يوم القيامة. وهؤلاء الناس يوم القيامة في حقهم اسمه يوم اللقاء. يوم الايه؟ اللقاء. ان هم بيلتقوا بالمحبوب بعد الغياب. وذلك يوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب بعد الفرق والاغتراب. أما الكافرون والمنافقون والعياذ بالله، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم إيه؟ جميعا. فيا رب اللهم لا تجمعنا على أعمالنا واجمعنا عليك. اللهم اجمعنا عليك. مش عاوزين نجيب سيرة الأعمال ديت، خلاص. النبي علمهم دعاء، اللهم يا جامع الناس يوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ايه؟ حاجتي او ضالتي. يعني الواحد اللي ضاع منه حاجة لو قال الدعاء دوت يجدها. اللهم يا جامع الناس ليوم ايه؟ اجمع بيني وبين ايه؟ يجدني. الأدب مع هذا الاسم أن يكون لك عينان، أن تجمع بين الشريعة والحقيقة، وأن تجمع بين الظاهر والباطن، وأن تجمع بين السلوك والجذب، وأن تجمع بين الإسلام والإيمان، وأن تجمع بين المحكم والمتشابه، وأن تجمع بين اليقظة والنوم، والكسب والوهم، والحقيقة والخيال. طبعا احنا الحاجات دي كلها اتكلمنا فيها المره اللي ايه؟ اللي فاتت، لما قلنا ايه عند قوله تعالى الف لام ايه ميم، واتكلمنا على عالم الخيال وعرفنا عالم الخيال. خلاص، انك لا تخلف الايه لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك الزمان ويملك المكان ويملك المكين، فهو بقى الوحيد اللي يقدر يدي معاد وما يخلفوش. إنما أنت مهما عملت ما تقدرش تدي أي موعد إلا مستندا إلى مشيئة الله، لأنك لا تملك الزمان. افرض أنت اديت واحد معاد في زمن معين وهو مات أو عيه أو حصلت أي حاجة أو في مكان معين والمكان دوت الجيش سد، مش كده؟ مفيش. يبقى انت لا تملك زمانا ولا تملك مكانا ولا تملك ظروفا ولا، فلازم تكون كل مواعيدك مستنده الى قولك ايه؟ ان شاء الله. فان حدث اي شيء او اي ظرف، فان حدث اي ظرف يخرجك عن هذا الموعد لم تكن كاذبا. تقول انا ان شاء الله. حتى ان شاء الله دي الواحد يخليها في لسانه على طول. افرض واحد اقسم قسم قال والله ما انا عامل كذا وراح عامله، يبقى عليه كفاره. انما قال والله ما انا عامل كذا ان شاء الله، يبقى ما عليهوش كفاره. لو عمله ما عليهوش كفاره. لو واحد قال لمراته لو عملت كذا تكوني طالق، لو عملت تبقى ايه؟ انما لو عملت كذا تكوني طالق، ان شاء الله ما تبقاش طالق. ما تبقاش طالق. مالها كلمة إن شاء الله؟ إن شاء الله.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إيه إلا أن يشاء إيه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إيه لأن الكافر دوت قد يصدق أن هناك يوم قيامة ويقول في يوم قيامة وفي جنة وفي نار بس أنا حاجة يوم القيامة وعندي أولاد وعندي فلوس وعندي ممكن إيه يعني فربنا قال له لا إن الذين كفروا لن تغني إيه أموالهم ولا إيه وهؤلاء قوم لا ينفعهم فداء فلا مال ينفعهم ولا فداء يغنيهم ولا حجاب يرفع عنهم ولا مقال يسمع منهم كدأب آل فرعون كدأب آل إيه؟ فرعون الدأب يعني إيه؟ الدأب هو الاعتياد على عمل شيء بعينه يبقى ده اسمه إيه؟ أنت متعود كل يوم تعمل كده يبقى ده اسمه إيه؟ دأب ولكن ليست كل أعمالك محصورة في هذا العمل أنت بتعمل أعمال كتير بس أنت متعود أنك تعمل دأبك فكان دأب كفار قريش التكذيب يبقى كفار قريش كان دأبهم إيه؟ التكذيب هنا بقى بيقول لك إيه؟ كدأب آل فرعون يعني كان دأبهم التكذيب كما كان دأب آل إيه؟ الكاف هنا للتشبيه والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الإيه؟ العقاب الذنب والعقوبة متلازمان ذنب عقوبة الذنب من مادة ذنبة مادة إيه؟ ذنبة وذنبة معناها التالي معناها إيه؟ يعني الذنب الذنب يأتي ويتلو الجسم يبقى الذنب اللي هو بعد الجسم بعد الإيه؟ والعقاب من العقوبة ومن العقب ما يأتي برضو بعد الإيه؟ الشيء مش كده؟ فكل ذنب له إيه؟ عقوبة يعني الذنب تتلو عقوبة والعقوبة يتلوها ذنب كده انت فاهم انت دي؟ يعني قد يكون الذنب عقوبة وقد تكون العقوبة ذنب فاهم؟ ده بيتلو ده وده ممكن يتلو ده هما الاثنين جايين من الايه؟ من حاجة تعقب ايه؟ حاجة قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات نزلت قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون هذه الآيات نزلت وكان المسلمون مستضعفين وهذا من الإعجاز إن ربنا هم مستضعفين بيقول للكفار دول قل للإيه قل للذين كفروا ستغلبون وجت بدر اتغلبوا يبقى ده مواقع اتحقق يبقى الواقع الثاني هيتحقق فهو هنا وعدهم بحاجتين قل للذين كفروا توعدهم بان هم سيغلبون وستحشرون الى ايه وتحقق الاول فهو دليل على تحقق الايه الثاني وبئس الايه المهاد المهاد ده الذي يوضع فيه الطفل الصغير لا يستطيع فيه حراكا يعني تجد الطفل قاعد كده في المهاد لا يقدر يتقلب كده ولا يقدر يتقلب ايه لازم حد يقلبه برضو النار هتبقى للكفار كده يتحطوا فيها ما يقدروش يعملوا حاجة ما يقدروش يتحركوا إلا لو حد حركوا مش بيتحركوا فيها بمزاجهم عاوز يروح الحتة الفنية يروح لا لا لا
يتحط في عذاب يفضل فيه بس هو بق ممكن يتكلم يعني يتكلم ويسمع انما يتحرك لا المهاد يتحط ما يتقومش. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. في فئتين ايه؟ الفئة هي الجماعة التي لها نفس الحركة في الحياة ولها نفس الأهداف ولها نفس السلوك، دي تبقى اسمها ايه؟ فئة. خلاص كده؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الجماعة الكفار فئة والجماعة المؤمنين ايه؟ في غزوة بدر. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. شوف بقى ده اسمه احتباك في اللغة العربية، اسمه ايه؟ احتباك. خلي بالك، قال فئة ما قالش فئة مؤمنة، مسح كلمة ايه؟ جاب هم بيعملوا ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الايه؟ التانية بقى وأخرى كافرة، ما قالش هم بيعملوا ايه. خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده من الاولى بتقاتل في سبيل الله، يبقى الاخرى بتقاتل في سبيل ايه؟ وده من ايه؟ الاولى مؤمنه، يبقى الثانيه ايه؟ ده من الثانيه كافره، يبقى الاولى ايه؟ يبقى ده اسمه احتباك. اسمه ايه؟ وهو ان تحذف من الاول نظير ما اثبت في الثاني. تحذف من الاول نظير ما ايه؟ ما اثبت، وتحذف من الثاني نظير ما اثبت في الايه؟ في الاول. فنيجي تاني بقى كده بقى نقول قد كان لكم آية في فئتين، فئة ما قالش مؤمنة، خلاص؟ فئة ايه بقى؟ تقاتل، جاب الفعل بتاعها. واخرى كافرة، دم قال كافرة يبقى الاولانية ايه؟ يرونهم مثليهم، وجاب الاولانية بتقاتل في سبيل الله، يبقى التانية بتقاتل في سبيل الايه؟ الطاغوت. بس هو ما ذكرش التانية عشان ذكر في الاولانية. فشيل من هنا حاجة وشيل من هنا حاجة وتتعرف مع بعضيها كده، يبقى ده اسمه ايه؟ احتباك. اسمه ايه؟ يرونهم مثليهم رأي العين. مين اللي يرى التاني مثليهم رأي العين؟ الكفار. ربنا سبحانه وتعالى لما في بدر التقى الفئتان، المسلمين شافوا الكفار أقل في العدد عشان يتشجعوا، والكفار شافوا المسلمين قليلين في العدد عشان يتشجعوا، عشان ربنا يغريهم ببعض يدخلوا على بعض. خلاص كده؟ أصل لو كان الكفار شافوا أن المسلمين كتار ما ممكن كان ربنا يكتر المسلمين، فالكفار تجري يهربوا. لا، ربنا عاوز الموقعة تحصل عشان يقتلوا بقى شر قتل، فراح مقلل المؤمنين في أعين الكفار وقلل الكفار في إيه؟ الكفار كانوا ثلثي المؤمنين، فراح ربنا مقللهم في أعين المؤمنين فشافوهم ضعفهم. بس ضعفهم إيه؟ هنا بيقول لك كده في فئتين، فئة تقاتل وأخرى يرونهم أي المؤمنون مثليهم رأي العين، يعني بيشوفوهم قدهم مرتين بس، وهم كانوا قدهم ثلاث ايه؟ فقال لك مرتين مش مشكلة، كل واحد مننا يمسك اتنين نخلص عليهم، انما لو كان شافوهم ثلاث مرات بقى كانت يعني ايه؟ والله يؤيد بنصره ايه؟ من يشاء. إن في ذلك لعبرة، وإذا أراد الله تعالى إمضاء أمر قلل الكثير في أعين بعض وكثر القليل في أعين قوم، وإذا لبس على بصيرة قوم لم ينفعهم نفاذ أبصارهم. يعني لما ربنا يحب أبصارهم مش هتنفعهم. إن في ذلك لعبرة لأولي الإيه؟ العبرة المادة بتاعتها ايه في اللغة العربية؟ عبرة. عبرة يعني ايه؟ يعني مش من حتة لحتة، دي المادة ايه؟ بتاعتها. فعبور البحر
من ضفة لإيه؟ يبقى اسمه عبور. والعبرة هي الإيه؟ العبرة الدمعة، عشان بتنزل من الجفن على الخد، بس عبرت يعني نزلت، صح؟ والعبارة هي الجملة التي إيه؟ نتكلم بها، عشان بتنتقل من القائل إلى الإيه؟ إلى السامع. عبارة. والعبير هو الرائحة الطيبة، لأنه بينتقل من الإيه؟ من الأزهار للإيه؟ هنا بقى كان في عبرة، أن هؤلاء الكفرة انتقل حالهم من النصر إلى الهزيمة، والمؤمنون على قلة أعدادهم انتقلوا من الهزيمة إلى الإيه؟ إلى النصر. ولذلك عبرة أصبحت إيه؟ عبرة، أن هؤلاء المؤمنين، فهمت؟ انتقل عددهم من القلة إلى الكثرة، والكفار انتقل عددهم من الكثرة إلى القلة، فهؤلاء عبروا إلى النصر، وهؤلاء عبروا إلى الإيه؟ فأصبحت عبرة ولا ما أصبحتش عبرة؟ إن في ذلك لإيه؟ لأولي الأبصار. ودم قال لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار دي بقى اسمها أبصار القلوب، اسمها أبصار الإيه؟ القلوب، لأن الأبصار ديت ما فيهاش عبرة. يبقى إذن في القلب في إيه؟ بصر. قلوب يومئذ إيه؟ واجفة. أبصارها أبصار إيه؟ القلوب. قلوب يومئذ إيه؟ أبصارها، يعني أبصار الإيه؟ يبقى إذن القلب له إيه؟ بصر، اللي هو إيه اللي إحنا بنسميه بإيه؟ البصيرة. وهذا البصر أنت طمسه، أنت إيه؟ طمسه بالذنوب والمعاصي والمباحات، كثرة المباحات بتطمس هذه الإيه؟ العين. أنت طمس العين اللي في إيه؟ وعمال تاخد بقى العلوم من بره. يعني أنت دلوقتي بيوصل للقلب العلوم منين؟ من العين بتقرا كتاب، من الودان بتقرا مش عارف إيه، جاي لك أنهار من بره. إنما أنت لو حفرت في قلبك وطلعت العين اللي جواها، العين اللي جواها دي هتطلع لك معلومات. هذه العين تنظر من اللوح المحفوظ، يعني العين اللي جوه القلب ديت ما بتاخدش من الحاجات ديت، لا، بتاخد من اللوح الايه، بتقرأ الاشياء قبل ان تمر على هذه الايه، يعني هي الاشياء بتبقى مكتوبة في اللوح المحفوظ، وبعدين بيحصل لها حاجات 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 عبال ما بتحصل، وبعدين تشوفها بعينك او تسمعها بودانك، خلاص. انما القلب، العين اللي في القلب تاخدها منين على طول؟ تبقى عارفة اللي هيحصل، عارفة هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى دي عين الايه؟ عين القلب، اللي هي اللي اسمها الايه؟ البصيرة. ولا تحتاج منك اكثر من انك تسقل هذه المرآة، مرآة الايه؟ قلب، بكثرة ذكر الله، بكثرة ايه؟ ذكر الله، بكثرة معرفة الله، تتعرف على الله سبحانه وتعالى. كل يوم يبقى لك قاعدة كده مع ربنا، تغمض عينك وتتعرف على الله سبحانه وتعالى. تتعرف عليه منين؟ من جواك، لان ربنا ده اللي انت هتتعرف عليه جواك. اللوح المحفوظ اللي انت هتاخد منه جواك. انت فاكر اللوح المحفوظ فوق بقى، وانت بقى عين البصيرة دي هتشوف منه كده؟ لا، العجيب ان اللوح المحفوظ جوه روحك، لان اللوح المحفوظ مقيد، يعني له اول وله اخر، والحاجات اللي مكتوبة فيه مكتوبة. قال له ما اكتب؟ اول ما خلق الله ايه؟ القلم. قال اكتب. قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير العباد الى قيام الساعة. يبقى اللوح المحفوظ فيه ايه؟ في مقادير العباد الى قيام الايه؟ بس. طب وما بعد الساعة؟ ملوش دعوة. علوم بني آدم راحت لما بعد الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام مش أخبر عن حاجات جاية بعد قيام الساعة؟ أخبر عن حاجات في الجنة ولا مش في الجنة؟ أخبر عن حاجات في النار؟ أخبر عن حاجات بعد ذلك ولا ما أخبرش؟
ولذلك الشاعر بيقول له فإن من إيه؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن علومه علم اللوح والإيه؟ الروح اللي جواك ده، الروح دي أو قلبك دوت مطلق، اللوح المحفوظ دوت في جنب من جوانبه. يقول لك لو أن اللوح المحفوظ ده في جانب من جوانب قلب العارف لما أحس به، يعني ما أي حاجة تدخل على الإطلاق اللي هي المالة نهاية تسوي إيه. فأنت بس اتصل بالله، يعني خلي عندك بقى إيه، يعني خلي قلبك مراية صافية ينطبع الله فيها، وينطبع اللوح فيها، وينطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فأول ما القلب تبقى المراية صافية كل ده ينطبع فيها على طول فيظهر لك، إنما أنت قلبك المراية بتاعته مش صافية. أنت عارف الرومان والصينيين، الصينيين قالوا إحنا بنعمل أحسن زخرفة، والرومان قالوا إحنا كمان بنعمل أحسن إيه زخرفة. فالراجل راح جمعهم وجاب لهم كده حتة صينية كده، وراح عامل ستارة، يلا يا رومان انتوا اشتغلوا والصينيين يشتغلوا. طبعا بقى ايه، الرومان دخلوا بقى وجايبين معاهم بقى ايه الالوان والمش عارف ايه، والصينيين مش جايبين معاهم حاجة. فالرومان قعدوا يرسموا وينقشوا حاجة، والصينيين قعدوا يعملوا ايه، قعدوا يجلوا المراية بقى، قعدوا يجلوا الحتة النحاس دي، يجلوا حد ما بقت. فالرومان قالوا احنا خلصنا، الصين قالوا احنا كمان خلصنا. فالرومان كلام جميل قوي، عاملين الصينيين راحوا عاملين المرايه بتاعتهم كده، الطبع فيها كل اللي ايه اللي موجود فين، عملوا الرومانيين بس بشكل احلى بقى لانها بتلمع، قالوا احنا كمان خلصنا، فشاف فيها الحاجات بس بألمع بقى. هو كده تجلي قلبك. اقول قولي هذا واستغفر الله.